أحد أبرز نجوم النادي الأهلي على مدار تاريخه في حصد العديد من البطولات والإنجازات التي رسمت له مسيرة ناجحة كلاعب وكمدرب. هو شيخ اللاعبين طه إسماعيل. ولد في فبراير عام 1939 بمنطقة المعادي منتميا لعائلة كروية، حيث أن شقيقه هو مصطفى إسماعيل نجم الأهلي في الخمسينيات من القرن الماضي. بدأ طه إسماعيل مسيرته مع النادي المصري القاهري بمصر القديمة قبل أن يكتشفه شيخ الكشافين في ذلك الوقت عبد البقال عام 1957 لينضم للأهلي بصحبة النجم السابق ميم الشربيني. مثل اللاعب طه إسماعيل النادي الأهلي في مختلف المسابقات. البداية مع الفريق الأول كانت عندما استدعاه المدير الفني للأهلي في ذلك التوقيت المجري تيد كوتش لأحد المباريات الاستعراضية بمعسكر الفريق بمرسى مطروح ليتمكن من تسجيل هدفين. بعد أدائه المميز خلال المباراة أصبح طه إسماعيل ضمن كتيبة اللاعبين الأساسيين. كانت أول مباراة له مع الفريق الأول عام 57 أمام الزمالك بملعب الفريق الأبيض القديم. انتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما، سجل فيها طه هدف. امتاز الشيخ طه بمجهوده الوفير وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، حيث لعب في مركز الدفاع الأيسر كما لعب كجناح أيسر وفي قلب الهجوم. طه إسماعيل خلال مسيرته الكروية كلاعب حصل على الكثير من الألقاب، حيث حقق 9 بطولات مع النادي الأهلي منها 4 بطولات للدوري، أينما حصل على لقب الكأس في 3 مناسبات بالإضافة إلى دوري القاهرة عام 58 علاوة على كأس الجمهورية المتحدة عام 61. على الصعيد الدولي كان ضمن كتيبة منتخب مصر التي توجت بكأس أمم إفريقيا عام 59. أما على مستوى الألقاب الشخصية فحدث ولا حرج، حيث فاز بلقب هداف الفريق الأحمر في الدوري العام مرتين، بينما جاء ثانيا كهداف للأهلي في كل المواسم ما عدا موسم 64-65 وذلك لإصابته في أولمبياد طوكيو. كما توج النجم الأهلاوي الملقب بقاعدة الصواريخ بلقب أفضل لاعب في مصر عامي 61 و 62. الشيخ طه كما يحب أن يلقب سجل مع المارد الأحمر طوال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء 81 هدف. اتخذ نجم الأهلي السابق قراره باعتزال اللعبة، قرر التحول إلى العمل التدريبي، فسافر نهاية عام 67 إلى ألمانيا الشرقية للحصول على دورات تدريبية متقدمة في التدريب. على المستوى التدريبي تولى طه إسماعيل تدريب منتخبات الأردن، السعودية، المنتخب الوطني الأول. أبرز إنجازاته التدريبية عندما تولى قيادة المارد الأحمر خلفا لزميله محمود الجهري محقق اللقب الدوري موسم 86-87 ليقود الكتيبة الحمراء إلى الاحتفاظ بكأس الكؤوس الإفريقية لفوزهم به للمرة 3 على التوالي. حروف من ذهب تكتب في تاريخ الكرة المصرية بعنوان طه إسماعيل. نجم كبير طبعا زي ما سمعنا في التقرير، نجم تكتب حروف اسمه من ذهب، الكابتن طه إسماعيل أو الشيخ طه إسماعيل. ياما عمل الكرة المصرية، ياما عمل الكرة الأهلوية وحصد الكثير من البطولات والألقاب، حاجة جميلة فعلا تليق باسم النادي الأهلي. تعالوا كمان نشوف آراء الجماهير المصرية في الكابتن الكبير الكابتن طه إسماعيل. كابتن طه إسماعيل من الجيل القديم اللي يعتبر قدوة للعيبة الجداد، وحاليا هو طبعا دارس فن الكورة ومحلل ممتاز، بحب أسمعه وبتابع برامجه كويس جدا يعني. وبعدين مطلع على الحديث ومطلع على أسماء اللاعبين والفرق
والتكتيك بتاعهم والمدربين، الحقيقة بيعجبني تحليله جدا. كابتن طه راجل يعني كان ذو خبرة عظيمة في المجال الكروي، وكان فعلا من العمالقة الموجودين، وحقيقة له احترام خاص ومعزة خاصة في قلبي. طبعا كلنا سمعنا تحليلاته، وطبعا هو لاعب، طبعا انا مش انا اللي هشهد للكابتن طه اكيد يعني، بس هو كمحلل محلل رائع، بنستمتع بتحليله لانه فعلا يعني فنيات بيشرحها بتفاصيل دقيقه جدا، بيفهم حتى الجمهور اللي مش فاهم في الكوره بيستمتع بتعليق كابتن طه. ربنا طبعا يديله الصحه، محلل من الطراز الاول، حتى طريقه تحليله أولا منطقية وبتدل على خبرة، وخبرة غير عادية، وطبعا ده كان لاعب في النادي الأهلي وكان علم من أعلام النادي الأهلي، فأنا بيعجبني تحليله جدا 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 وتقييمه للاعبين. طبعا أنا أتذكر الدكتور الشيخ طه إسماعيل من الستينات، وأتذكر كل مبارياته في اللي كان بيلعبها في الدوري أيام ما كان مع صالح سليم ورفعت الترنجيلي والعواضين والشلة كلها يعني دي كلها، طبعا أنا فاكرهم لأن حضرتهم وكنت بحضر لهم في الملعب، وطبعا إحنا ما ننساش أو أنا بالذات ما ننساش أهداف الدكتور طه إسماعيل وأهدافه اللي كان بيجيبها في المباراة الدولية. يعني ربنا يديك الصحة، يعني شاهد على التاريخ، يعني شايف الكابتن طه اسماعيل ورفعت الفناجيل، لا شايف أسماء كبيرة جدا، ربنا يديك الصحة، ودايما كده مصر عامرة بالنجوم الكبار. كلمت معاكم في أخبار النادي الأهلي كلها في الفقرة بتاعتنا الأولى، وكلمنا في الأخبار العامة كمان. دلوقتي هنطلع فاصل عشان نستقبل نجم مصر ونجم النادي الأهلي كابتن الكبير كابتن فوزي سكوتي.